نزحت اكثر من 90% من سكان مدينه خان شيخون التي تحوي اكثر من 8000 عائله مقيمه و2500 عائله نازحه من ريف حما الشمالي وريف الشرقي وباقي المناطق اللي نزحت نزحها النظام. طبعا الـ الـ في نسبه من العائلات ما ما قدرت تنزح بسبب الاوضاع الماديه اللي ما بيحسنوا لا عندهم ما فيهم يستاجروا او ما بيحسنوا يامنوا بيت برا او ما عندهم سياره يطلعوا فيها فبقوا بالبلد تحت القصف نتيجه هذه الظروف فهن بحاجه لمنظمات تقدم لهم شيء من الغذاء شيء من الاغطيه شيء من ال... اليوم ما فيها اي مكان ما فيها فرن ما فيها محلات فاتحه فما في اي شيء من مقومات الحياه فهدول بحاجه للامور هاي